ذكريات يؤدي بنا أيها الإخوة إلى ملاحظة وأنا لا أقصد بها أي شخص أو أي فرد، وإنما كملاحظة عامة. بالأمس القوة نتاعنا والطاقة نتاعنا كانت تكمن في القيم اللي كنا نتحلى بها، اللي كنا نتمتع بها. لكن الاستقلال طبعا له كثير من الفوائد، ما فيش ما احسن من الاستقلال، لكن الاستقلال كذلك ادى الى شيء من الارتخاء، ادى الى شيء من الارتخاء ومن اختفاء بعض القيم اللي كنا نتحلى بها جميعا. من هذه القيم مصلحة الشعب فوق مصلحة الأفراد. لا نقول للناس اذهبوا فقاتلوا، إنها هنا مؤيدون، ولكن كل واحد منكم كان هاز البندقية نتاعه وماشي مع الفصيلة أو مع الكتيبة نتاعه، قال هيا نجاهدوا، هيا نجاهدوا ونحاربوا الاستعمار. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبة، ما فيش مراقبة، ما فيش أقصد المراقبة الإدارية، ما كانش عندنا إدارة كما راه موجودة اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهز شكارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. شكارة نتاع الدراهم. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة بين المجاهدين كمجموعة، اللي تعتبر المصير نتاعها واحد، الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذا كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. حقيقة كانت الثورة المسلحة، وكانت أحكام الثورة في بعض الحالات قاسية لأن الظروف كانت تفرض هذا، ولكن لأهم من هذا كله هو الضمير.